إذا ليس الشأن أن تحب، الشأن أن تحب، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ينبغي عليك يا عبد الله أن تجتهد في حياتك كلها في الوصول إليه. الحياة ما هي إلا ساحة عمل وابتلاء وامتحان لكي تصل إلى هذه الرتبة المنيفة أن يحبك الله سبحانه وتعالى. عبد الله، الله ما خلق قلبك إلا لكي تعرف ربك وتحبه. ما خلق الله قلبك لكي تنشغل بغير ذلك ولكي يمتلئ بمحبوبات سواه، لا والله. كما أن كلك ما خلقت إلا لهذا. هذه قضية لا بد أن يستوعبها الإنسان جيدا. قلبك خلق لأجل أن يحب الله، ليمتلئ بحب الله. ولسانك ما خلق إلا لكي تذكر الله. عينك ما خلقت إلا لكي تتأمل في آيات الله المتلوة والمخلوقة في هذا الكون الفسيح. يدك ما خلقها الله إلا لأجل أن تستعملها في طاعة الله، تقبض عليها في صلاتك في هيئة ذل لله، وتعطي فيها أو بها صدقاتك وزكواتك، وتعين بها في سبيل الله عز وجل، وتأمر بها وتنهى بها. هذا الذي لأجله خلق الله عز وجل يدك. قدماك ما خلقت للعب، قدماك إنما خلقت لكي تنتقل بها إلى بيوت الله وإلى المواضع التي يحبها الله، لكي تطوف وتسعى وتقيم شعائر الله عز وجل من خلالها. ركبتاك، مفاصلك خلقت لكي تسجد لله وتركع لله. إذن أنت كلك، أنت في جميعك إنما خلقت لله عز وجل لأجل أن تؤدي عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس وأنت من الإنس إلا ليعبدون. قف ولا تعجل عند قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، قف كثيرا عند قوله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن هذا الأمر وهو أن يحبك الله سبحانه وتعالى حري أن تفرغ له كلك، عقلك وقلبك وتفكيرك واهتمامك ووقتك، حتى تنال هذا الأمر العظيم الذي إن فاتك فاتك كل شيء. بالله عليك، ما قيمة حياتك إن لم يحبك الله؟ إنه الفشل الذريع. حياتك لا قيمة لها. تدري ماذا يعني أن لا يحبك الله؟ إنه الظلام، وإنه التعاسة، وإنه الحسرة، وإنه الخسارة. يعني أنك فشلت في هذه الحياة، لا قيمة لحياتك، كل شيء لا قيمة له بالنسبة لك لو فقدت محبة الله. أما لو من الله عز وجل عليك بمحبته فهنيئا لك يا عبد الله، والله لقد حيزت لك السعادة بحذافيرها. يحبك الله؟ أنت العبد الضعيف المقصر الذي لو لم يتدارك الله عز وجل برحمته فإنك خاسر ضال. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. إذن أنت على علاتك وعجرك وبجرك، يحبك الله؟ هنيئا لك. إذن تتبع في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تلك المواضع التي أخبر فيها بمن يحب. والله إنها في كتاب الله ليست عبثا، إن مررت بها قف وتأمل وعد بالنظر إلى نفسك وقس نفسك بما تقرأ. الله يحب المتقين، والله يحب المحسنين، والله يحب المقسطين، والله يحب الصابرين، والله يحب التوابين، والله يحب المتطهرين، والله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، والله يحب الأذلة على المؤمنين الأعزة على الكافرين الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الله يحب الذين يتبعون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الجامعة لكل ما سبق. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الجائزة العظيمة التي هي خير من الدنيا وما فيها، أن يحبك الله، أن تسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقتفي آثاره، تنهج سنته عليه الصلاة والسلام، تقول في الموضع الذي قال، وتفعل في الموضع الذي فعل، وتترك في الموضع الذي ترك، تتابعه عليه الصلاة والسلام في الدقيق والجليل. أبشر حينها بمحبة الله،
والله إن الله لا يخلف الميعاد، هذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد، إن اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في شأنك كله فسيحبك الله سبحانه وتعالى. إذن هذا مقام عظيم يا إخوته، ينبغي علينا أن نعقد عليه بالخناصر، وأن نشد عليه بالنواجذ، وأن نجعله آخيتنا، وأن نهتم به غاية الاهتمام. إلى متى وقلوبنا في غفلة وحياتنا في ضياع ولا نعطي هذا الموضوع القدر الذي يستحقه من الاهتمام؟ هل يحبني الله أو لا يحبني الله؟ هذا سؤال ينبغي أن نتوجه به إلى أنفسنا في كل يوم في كل حال، نتأمل في أحوالنا ونحرص على أن نتتبع الأسباب التي يحبنا الله لأجلها، فعسى ولعل فإن الله كريم ودود رحيم لطيف، رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. وحذاري من الأسباب التي أخبر الله أنه لا يحب أصحابها، هذه أيضا ما ذكرت عبثا، إن أخبر الله أنه لا يحب الكافرين فحذاري من الكفر، حذاري من الشرك بالله. إن أخبر الله أنه لا يحب المعتدين، إياك ثم إياك أن تعتدي على عباد الله. إن أخبر الله أنه لا يحب الظالمين، حذاري ثم حذاري من الظلم. إذن هذا الموضوع موضوع عظيم ومهم، والكلام فيه على كل حال طويل، والمقصود من ذلك أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل صفة المحبة على ما يليق به تبارك وتعالى.